من جهة الرابعة مع منى سامي. أيها الثلث المعطل، إن وجدتم عذراً بينكم وبين الله وبينكم وبين الشعب في تعطيل تشكيل الحكومة، فأي عذر ترتجونه أمام الخالق والخلق في تعطيلكم لقمة الشعب وكرامته؟ فإن لم تتقوا الله فاتقوا غضبة الحليم والمظلوم، فللمظلوم زأرة لن تكونوا بمأمن منها، ولا تحين مندم ولا تحين مناص. أم هل تظنون أن أفعالكم هذه ستجبرنا على التحالف معكم؟ كلا وألف كلا، فلن نعيد العراق لمربع المحاصصة والفساد والتوافق المقيت. وقد جثم التوافق على صدر العراق وشعبه سنوات طوال، قد حصد الأخبر واليابس كما يعبرون، وقد أضر وبكل وضوح لكل ذي نظر. فيا ترى إلى متى يبقى البعير على التلي؟ أعني إلى متى يبقى الفساد والتوافق سيد الموقف، والشعب يغلي ويعاني وما من مغيث؟ والحمد لله رب العالمين. مقتدى الصدر. مرحبا بكم. بثلاث دقائق فتح الصدر النار على الإطار، عبارة غاضبة وصف بها الصدر سياسيي الإطار بأنكم لا شيء بدون السلطة، وصفا إياهم بالوقاحة، واتهمهم بتعطيل القوانين، وأن السلطة أعمت أعينهم، وأن أفعالهم المشينة وسيل من الاتهامات بالتبعية والتسلط ملوحا بورقة الشارع. لم يمض وقت طويل، جاء رد الإطار التنسيقي كالتالي. ضمن موجة الخطابات المضللة، فإن ما يثار من اتهامات للإطار بتعطيل تشكيل الحكومة يثير الاستغراب، كونه يصدر من قوى تدعي بأنها الفائزة وتمثل الأغلبية، لكن يبدو أنها فشلت في مشروعها الاستحواذي وتحاول تضليل الرأي العام الذي يتابع المبادرات والمقترحات المستمرة من الإطار التنسيقي منذ بدء الأزمة السياسية لإكمال الاستحقاقات الدستورية وفق قاعدة الحوار الوطني والحفاظ على حقوق المكون الاجتماعي الأكبر من خلال تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً حسب الدستور. الإطار اتهم حكومة تصريف الأعمال بالتضليل، وقال: أثارت دهشتنا بيان الحكومة المستقيلة وما تضمنه من أعذار واهية لتبرير تقاعسها في أداء واجباتها على مختلف الأصعدة طيلة المرحلة الماضية، والتي شهدت أكبر موازنة في تاريخ العراق بلغت 133 تريليون دينار لعام 2021. لم يلمس المواطن سوى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم وسوء الخدمات وعدم تسديد مستحقات الفلاحين وعجز عن تأمين خزين غذائي للبلد، إضافة إلى استشراء الفساد بشكل غير مسبوق. إذن للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم إلينا كل من الدكتور غالب الدعمي، باحث وأكاديمي محلل سياسي، أهلا وسهلا بك دكتور، والدكتور حيدر البرزنشي رئيس منظمة ألوان للحوار. أهلا وسهلا.
أهلا بك دكتور حيدر. طيب خليني أبدي وياك دكتور غالب. يخوفونا من الحكومة المستقيلة ومن تمديد فترتها برئاسة العراق، شنو المخاوف الحقيقية اللي تخص المواطن؟ هسا عوفنا من السياسيين هواي نحكي بيهم، المواطن شلون راح يتأثر بتأخير تشكل الحكومة؟ مساء الخير عليك منى، تحياتي لصديقي استاذ حيدر، دكتور حيدر العزيز ولجمهوركم. يعني هو المواطن لو نسأل انفسنا اليوم او نسأل الحكومات بشكل عام، ماذا جنت المواطن من الحكومات التي سبقت حتى تجني من هذه الحكومة؟ هو مسلسل الفشل بدأ، الأسس التي بنيت عليها هذه الدولة هي غير سليمة، لذلك المخرجات أصبحت غير سليمة، وبالتالي فإن المواطن لن يجني شيء. يعني أنا اليوم طلعت على موازنة عام 2006 و7، شفت أنه المخصص للبطاقة الغذائية 6-4 مليار بالتتابع، يعني 5-6-4 مليار دولار. المواطن ما كان يستلم شهر أو شهرين من البطاقة. هذا لم نتحدث به لأن كان هناك وفرة مالية ولم نسأل فيها، والأسعار كانت في وقتها منخفضة، والعدد السكان العراق كان في حدود 25 مليون. اليوم عدد نفوسنا أصبح 20 مليون فرد عراقي، والتخصيصات بموازنة 21 مليار ونصف دولار. استلم كل مواطن 6 وجبات. الآن خطة الأمن الغذائي الحالية، أنا بعيدا عن هل أنه سليم هذا القانون، ما يشوبه فساد، إذا يشوبه يفترض يناقش ويهذب ويخرج للجمهور. كان مليار ونصف دولار يستلم، يفترض 12 وجبة في هذا القانون، لكن ارتأت الإرادة الأخرى أو إرادة جزء من البرلمان بتقديم طعن عبر رئيس الجمهورية وإنهاء القانون. وشيء أنا أحيانا نسأل أنفسنا ضمن هذا المشروع، 4 مليار دولار للفلاحين المزارعين، هاي تحرك السوق يعني بشكل كبير لو انها انفقت، لكن ايضا تعطلت، وبالتالي بقينا نتجاذب او الكتل السياسيه تتجاذب. الكل يدعي انه صاحب المشروع الحقيقي، هذه الجهه تقول نحن مصلحون، وهذه الجهه تقول نحن مصلحون، وبالتالي بقيت الازمه كما هي. طيب لكن كل الأزمة السياسية هذه جاءت نتيجة رفع سعر الدولار اللي تسببت بأساسا حكومة الكاظمي. والله أنا يعني في تقرير سمعته، ويمكن حتى سمعته من الكاظمي نفسه، يعني زين قال كل الكتل السياسية اجتمعنا بها في هنا في بغداد، وكلهم قالوا للخلاص من الأزمة وحتى نضمن كل المواطنين يستلمون رواتب، الموظفين طبعا يقصد استلام رواتبهم، لابد ان نرفع سعر الدولار حتى يوفر لنا وفره ماليه. الجميع اتفق. طيب خليني الحل الامثل دكتور غالب اقاطعك بهذه الجزئيه. الحكومه العراقيه ورا 3 أشهر فقط زاد سعر النفط، من هذا القرار زاد سعر النفط وصارت اكو وفره ماليه. معقوله ماكو دراسه استراتيجيه لمدى 3 أشهر بس تتوقع زياده اسعار النفط وبالتالي استقرار الوضع الاقتصادي بالعراق؟ شوفي يعني انا مو اقتصادي وما اريد اخلي نفسي بمجال ليس من شاني، ولكن اقرا كمهتم انه القرارات الحكوميه او الاستراتيجيه في السياسات النقديه تحتاج الى وقت، يعني حتى يعيدون سعر الدولار الى وقت. لا انا ما بدي احكي على اعاده، انا بدي احكي على القرار الاول اللي من بعد 3 أشهر ازداد بسعر النفط، بالتالي اكو استقرار اقتصادي صار بالعراق. يعني بدي احكي على القرار كان اساسا خاطئ وغير مدروس. يعني الحكومه العراقيه اول ما شكلت وحتى في نهايه حكومه السيد حيد عادل عبد المهدي كان مؤشرات انخفاض النفط واضحة جدا، يعني أي. والقرار كان مطروح حتى في قبل حكومة السيد عادل عبد المهدي وفي حكومة العبادي، ولكنه وصل إلى حل ضمن الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة العراقية. يعني القرار كان قديم، نعم كان يفترض أن يخفض الدولار. طبعا بالمناسبة حتى نكون منصفين، أي. هو هذه رفع الدولار أساء كثير للمواطن، يعني طبعا يعني اخذ بحدود 22% من طاقه، يعني من قيمه الشراء بالنسبه للرواتب، ولكن في الوقت نفسه كان هناك بعض المعالجات البرلمان رفض التصويت عليها، وكانهم يعني في حلبه مصارعه، يعني ما اعرف لماذا. ودائما هذه الصراع بين الفعاليات السياسيه دون تحديد هو يذهب، يعني الضرر يذهب باتجاه المواطن، المواطن هو الذي يخسر اولا واخيرا. والكتل السياسية الكل يدعي، كل هذه الكتل تقول نحن مع المواطن،
الأخرى تقول نحن مع المواطن، والنتيجة السياسات التي تسير بها الفعاليات السياسية وهي أراها تعرقل مسيرة الدولة، للاستثمار يقبلون به، للتحديد المنافذ يقبلون به، لا الصناعة يقبلون بها، لا محاربة الفساد يقبلون به، لا توسيع العلاقات مع الدول المحيطة يقبلون بها. وغريب هذه الفعاليات السياسية، لا نعرف ماذا تريد، هل هي تريد أن تخلق الفوضى بالعراق؟ طيب يعني خليني أنتقل دكتور حيدر، أنتم الجزء الذي تسبب بتجويع المواطن العراقي من خلال الوقف بالضد من قانون الأمن الغذائي اللي حكومة السيد الكاظمي تريد تقره لأجل مصلحة المواطن، أنتم السبب اليوم بخراب اقتصاد المواطن العراقي الفقير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ست منى ولضيفكم الكريم دكتور غالب ولمشاهدي قناتكم موقرة. أولا هذه الادعاءات وأنا أعتقد انفعالات ليست واقعية وليست حقيقية، وإنما تأتي بسبب المصالح ومصلحة السياسية الشخصية للكتلة السياسية معينة. للأسف الشديد خطابات الانفعالية التهجمية التهكمية لا تنفع البلاد. أنا رح أجي على الخطابات بس خليني أحكي على القانون. هو جزء من الخطاب زين. هو الاتهام بأنه يعني الإطار التنسيقي الشيعي أضر بالمواطن، في حين إذا ننظر ببساطة يعني أولا الإطار التنسيقي الشيعي لم يرفع دعوى ولا نوابه إلى المحكمة الاتحادية، بل جاءت هذه الدعوى من نائبين مستقلين إلى رئيس الجمهورية ثم إلى المحكمة الاتحادية. زين. ثانيا هناك أطر دستورية وقانونية ممكن العمل بها، عندنا قانون الإدارة المالية. هذا القانون مقر في مجلس النواب ويعطي صلاحية للحكومة بأن تأخذ الأموال بطريقة السلف وتعطي وتوزع. متى توقف الدولة العراقية؟ هذه أكذوبة أراد الآخرين أن يسوقوها حتى يجعلوا منتظما سياسيا في طائلة الاتهام. من قال كذا هذا؟ يعني الأخ الأستاذ الشيخ عدنان فيحان كان عنده تصريح واضح وصريح وهو رئيس كتلة زين. وقال أنه في اللجنة المالية جلسوا وتباحثوا حتى يهذبوا ويشذبوا ويقرروا أنه هذه الأموال والتخصيصات التي خصصت لبعض الوزارات أو لبعض المحافظات فيها هدر للمال العام وفيها أبواب من أبواب الفساد، فبالتالي لم يرفض القانون مطلقا. هذا أيضا مشكلة كبيرة، نحن لسنا جهة قضائية حتى نأتي ونطعن في القضاء مرة لأنه لم يتوافق مع مزاجنا السياسي. ومن قال بل العكس، أبناء يعني حقيقة الإطار التنسيقي هم من ضحوا وقدموا دماء وشهداء وكل شيء في محاربة كل الآفات الاقتصادية أو الاجتماعية على طيلة سنوات. نعم هناك أخطاء، يجب أن تكون هناك معالجات، لكن ليست بهذه الطريقة. أنا أقول هناك وفرة مالية وهناك مساحة تشريعية وهناك حركة ممكن للحكومة. أنا ما أتحمل فشل الحكومة البائسة التي لم تأتي للعراق بخير منذ تأسيس الدولة العراقية إلى الآن. تريد تحمل المؤسسة التشريعية فشلك؟ اذهب وناقش مستشاريك يقولون أنك لم تستطع أن تدير الملف الاقتصادي بطريقة وبأخرى. تريدون أن تشرعوا للفساد بابا؟ بهذا الخصوص خلينا نشوف. نعم. مستشار السيد الكاظمي شنو صرح. هيثم الجبوري يقول إلغاء قانون الدعم الطارئ سيتسبب بخسارة ثلث الطاقة الكهربائية المنتجة وانحسار توفير مواد البطاقة التموينية لأربع أو ثلاث أشهر فقط. يعني هاي مصيبة دكتور حيدر. لا، في لقاء متلفز أنا شاهدت الأخ الدكتور هيثم مع في برنامج ما زين، قال أنه فعلا نحن لسنا بحاجة إلى هذا القانون. أنا أتفاجئ بصراحة من هذا التصريح، تقدرون تطلعوه موجود. هو قال؟ إي نعم موجود، قال يعني بتصريحه طبعا واضح كان وصريح مع الأخ أحمد ملا طلال. بالأخير يومين. دكتور حيدر، للمظلوم زأرة لن تكونوا، وانا اتفق ايضا للمظلوم زأرة، بس منو اللي ظلم؟ يعني هو منو المقصود غير الاطار التنسيقي؟ لا اخو، هي شنو يعني مثلا انا اريد افهم اليوم، انا اقول حضرتك
يعني عذرا هذا للتقريب، انك قاتله، انك فاشله، انك انا اريد اسال، هل الاخوه في التيار الصدري كانوا مثلا في الفضاء؟ الم يكونوا شركاء في الوزارات وفي في المؤسسات وفي البرلمان؟ طيب لماذا لم تنصف المظلوم اذا كان الاخر غير منصف؟ زين، وانتم الان تدعون انكم الاغلبيه. طيب اذا انتم في اغلبيه عدديه نيابيه لم تستطيعوا ان تنصفوا المظلوم، الان تاتي حتى تحملني فشلك في ان تؤسس الى مؤسسه معينه في اقصاء جزء كبير من اليوم. المشكله ماكو اقصاء جزء كبير من منو؟ من المكون السياسي الاكبر. يا اخي مو هم شيعة. واضح هو اقليه وفق هذه المعادله الثلاثيه. طيب. احنا اليوم العدد النيابي للاخوه في الثلاثي تقريبا 170 نائب، في حين احنا عندنا في البرلمان 180 نائب شيعي، 70 او 73 نائب شيعي وسط 170 يعد اقليه، وهذه واقعا مشكله. انا لا اقول هسه يجي واحد يقول ليش تتحدثون بهذه الطريقه طائفيه، لا، احنا بلد مكونات، مثل ما رئيس البرلمان سني واختارته الكتل السنيه، وهذا توافق. نعم. هذا التوافق ممدوح والتوافق الاخر مذموم، مو هي هذه المقاربه، مقاربه غير منطقيه. انا اعتقد انه هذه المقاربه الشعب بدا يعيها. احنا اليوم ننبذ المحاصصه وانا رايح متحاصص، ننبذ التوافقيه وانا رايح متوافق، شنو هذا التناقض الكبير؟ ما له ترجمه. انت تعتقد بانك ملاك رحيم وانا شيطان رجيم، طيب اثنيناتنا منتظمين سياسيين. انت اللي تحمل فقط افكار يعني خارقه للعاده وتستطيع ان بعصا موسى عليه السلام ان تنقذ البلاد والعباد مما هو فيه، وانا عاجز عن ذلك. اقول هذا الخطاب وهذا التشنج سوف يصل الى مراحل. يوم امس حضرتك ايضا لاحظتي هناك يعني مع الاسف الشديد هجمات لفظيه وتهكميه واستعدادات نفسيه، والاخر يهدد، واحد يقول انا جاهز وكذا. اقول لهم الذين يراهنون على ان يخلقوا فتنه وفوضى، من المستفيد؟ واذا لا سامح الله سقطت قطره دم واحده من اي عراقي، من يتحمل مسؤوليتها؟ طيب من يتحمل مسؤوليتها دكتور غالب؟ التلويح بالشارع يعني ان نزج بشبابنا الى الشارع مره اخرى، يعني مظاهرات مره اخرى، يعني خليني اقول اقتتال شيعي شيعي، واكيد الله يحفظ كل شبابنا. يعني كل المعاهد الاجنبيه قسم كبير من عندها خاصه في واشنطن في اوروبا تشير الى ربما العراق يتجه بهذا الاتجاه، وحتى في 2004 2005 كانت هناك مؤشرات، حتى في وقتها استغربت قلت ان النظام سقط والذين يدعون الحريات وبناء البلد جاءوا، وانا سعيد بهم في وقتها يعني جدا سعيد. زين. وهناك مؤشرات، ولكن الان يبدو بعد 2007 يعني ليس بعيد حدثت هذه، سقطت دماء كثيره يعني، وحتى احرقت يعني شخصيات في الناصريه في كربلاء في النجف في محافظات كثيره جدا. يعني احنا سبق وان مرينا بهاي التجربه، قتال شيعي شيعي لكن محدود. ان شاء الله ما يصير، واللي كان يفكر ان يحدث العقلاء يتجاوزوا. شوف الصفحات بيجات للاسف الشديد مجهوله، يعني انا تابع الصفحتين ثلاثة لقيتها مو محليه، فكان هناك من يحاول زرع الفتنه بين هذه الاطراف. اذا كان هناك تسابق يجب ان يكون على لقمه الشعب العراقي وليس على قتلهم. إيه، التلويح بالشارع هو اللي دمائهم. هذه يعني خليني اقول الدعوه الى مظاهرات الى نزول بالشارع هذه راح تسبب المظاهرات حق مشروع، يعني الاطراف كلها تشرين ظاهره، الاطار الظاهر على الانتخابات، التيار سبق وان الظاهر ولن تنتهي، وهي اعتقد هي اللي دامت. زين، خلينا نشوف تصريح السيد صفاء الاسدي عضو التيار الصدري بهذا الخصوص. من يعول على حرب شيعية شيعية والسيد الصدر موجود فهو واهم واهم واهم، نقطة راس سطر. سؤالي إلى دكتور حيدر، اللي يلوحون إلى اقتتال شيعي شيعي ما طول موجود السيد مقتدى الصدر فأنتم واهمون. من الواهم؟ أنا الواهم لو اللي هدد هو واهم، ماكو اسماء معروفه ومكشوفه. طول ما موجود مقتدى الصدر، لا طالما موجود المرجعيه، طول ما موجود ما راح مرجعيه، مرجعيه السيد السيستاني، مع احترامنا وتقديرنا لسماحه السيد مقتدى الصدر، اكيد هو لن يرضى بهذه الدماء، انا متيقن.
يعني مو قضية مجاملة، بس يعني أنا واثق السيد الصدر يقبل المرجعين. لا يمكن أن يقبل، لأنه أول المتضررين هو وشعبه وأهله وناسه وهؤلاء أبناء بلده. زين. لكنه أنا أقول الخطاب الانفعالي مهما كان لا يؤدي إلى نتيجة. هذه الاتهامات غير مقبولة، لو صدرت هذه الاتهامات من الإطار اتجاه التيار لكنت أنا أول الجالسين في برنامجك وأنتقد هذه الاتهامات. ما صايرة هذه، ما حادثة سابقا. أنا أقول اللي صدرت منه قضايا جاهزون وحاضرون ومستعدون وأهازيج كانت، يعني أكيد أنت حضرتك متابعة، مو جهة الإطار، جهة محسوبين على التيار، جهات تدعي أنها مسيرة السلام. دكتور حيدر، الإطار مو بعيد عن هذه التصريحات. شلون؟ اعطيني تصريح واحد صدر بوقت المظاهرات، بوقت ما كانوا بعيدين عن التلويح بالشارع وما الى ذلك. بس خليني اقول انا بس هاي نقطه كلش مهمه وحساسه اذا سمحت لي. اوكي. لن يصدر، انا اعتبر هذا الصبر الاستراتيجي لدى قاده الاطار ولدى جمهور الاطار، مو هالفتره، الفتره التي الفترة سبقت السابقه لكل فعل رد فعل، عندما كانت درجه العداء والاستعداء العاليه لأبناء المقاومة وللقادة وسبهم وشتمهم علني، بطبيعة الحال هذا قانون فيزيائي اليوم لكل فعل رد فعل. اليوم الخطابات أعنف. بس راح أرجع لك دكتور حيدر، خليني أخذ اتصال من أبو نور من البصرة. أهلا وسهلا أبو نور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مية هلا. تحية بالحقيقة لحضرتك. شكرا. منا وإلى برنامجكم وإلى قناة الرابعة وجميع العاملين بها. شكرا جزيلا. الحقيقة التيار وما أدراك ما التيار، والله يعني سواء أزمة كبيرة. التيار الصدري أيضا يعني هو مع الأسف تيار مجاهد كان، لكن بهذا الموقف أو بالوقت الحالي هو أبدا ما موفق بهذا الموقف ماله اللي شق به الشيعة. مع الأسف إحنا الأطر الطائفية ما نحبها ولا نتقرب له، لكن مع الأسف السيد مقتدى الصدر شق الشيعة بالنص بهذا الموقف ماله الغريب العجيب اللي هو موقف مبهم، يعني ما مفهوم. يعني بالوقت اللي انت طالب بالاصلاح والجسم والبلد محتل، يعني انت شو تريد تسوي؟ وبنفس الوقت انت هسه سويت لنا كارثه بشيعه، سويت لنا انسداد بشيعه، وانشقوا الشيعه، انشقوا وصاروا نصين، المصلحه من يعني؟ ما جاي نفهم يعني موقف السيد مقتدى الصدر ما مفهوم. زين انت شيعي يا اخي، شو انت رحت قعدت ويا محمد بن سلمان، ومحمد بن سلمان جاي كتل بشيعه، وانت حاربت ايران وايران شيعيه، هسه انت شيعي لو سني؟ ما جاي نفهم وش اسمه. رجيت انه بتسويت شقيت الشيعه بالنص بالعراق. طيب. وسويت انسداد سياسي مو من مصلحه الشيعه اللي هم المكون الاكبر، المكون الاكبر بالدوله. فاحنا السيد مقتدى الصدر يعني لو يخليه يبطل من السياسه ويخليه بالدين هو احسن. طيب اذا دكتور غالب، اني اتمنى انه ترد على ابو نور. لا اعتذر. يقول مقتدى صدر اعتذر ما رد عليه، كلامه مو يتهم وطنها. اليوم السيد بشق الصف الشيعي. ما رد عليه، اعتذر عن الرد عليه، اتمنى اتكلم باطار وطني. احنا نتكلم اليوم عندنا اسمه بلد اسمه العراق، وهاي الجهات السياسية كلها وافقت أن تأتي وتحكم العراق بعنوان العراق، ليس بعنوان الشيعة أو السنة أو الكرد. هناك مشروع وطني يفكر بهاي العقلية. أعتقد أي إن كان هذا يقود العراق إلى أزمة كبيرة. أما احتراب مستقبلي، يعني اللي ينتظر العراق وأقول الشيعة وأنا مطلع بشكل واسع، يعني أولا كوني استاذ في الإعلام وكوني متابع لما ينشر في مراكز الدراسات الأمريكية تحديدا عبر الصحف وعبر شبكات التواصل الاجتماعي أو مواقعهم. زين. هناك يعني دعوة إلى خلق فوضى في وسط وجنوب العراق، وهذا يمثل مشروع امتداد للمشروع الاحتلال الأمريكي البغيض اللي بدأ عام 2003 واللي يتحمل من جاء بالاحتلال، والآن ربما بعضهم انقلب على الأفكار الأولى التي جاء بها. لذلك إذا كان هناك حلم كثيرا علينا أن نبتعد عن هذا السلم الفكري الهابط، هناك سلم فكري حقيقي. اليوم الجمهورية الإسلامية تقول احنا علاقاتنا يجب ان نحسنها مع السعودية ومع الإمارات، وكل لقاء بين وزيري خارجية الإمارات وإيران، بين قطر وإيران. لذلك لا نفكر بهذا المنهج، عندنا شعب جائع وفقير. احد المدونين السعوديين البارحة يعلق يقول
عندكم بحر، عندكم انهار، عندكم نخيل، عندكم ارض خصبه، لكن ما عندكم بيوت، عندكم صفيح، واحنا عندنا صحراء وحسنا نفسنا. زين دكتور، لذلك ليش دكتور نقبل غالب عارهم يا انت تحاول تطمن المواطن وتقول انه العراق بعيد عن الطائفيه. احنا المشكله اليوم ما نحكي بطائفيه سنه وشيعه، لا هاي طائفيه واضحه، وحتى نقطه نظام على برنامجكم تخلون شخص يتكلم بهاي الطريقه، لانه اكو واحد بالطرف الاخر ايضا يسب المذهب، واكو طرف اخر يسب بالقوميه، واكو طرف اخر يسب الدوله. لا ليست نقطه نظام على برنامجنا دكتور يعني غالب، على كل حال احنا فاتحين الاتصال لكل الناس، عابر للطائفيه والقوميه، هاي تعكزوا عليها السياسيين حتى يحققون اهدافهم. احنا عندنا وطن وعندنا شعب تعبان أكيد. مل من هذه هي هاي الفكره، انه احنا عندنا شعب تعبان مل، بس بخضم الخطابات اللي تطلع من السيد مقتدى الصدر، يتهم بالوقاحه، تعطيل القوانين، السلطه اعمت اعينهم. نجي نشوف الاطار، انا عندي اشوف العراق وين واصل، نجي نشوف الاطار، يقول خطابات مضلله، يقول فشل بالمشروع، يعني ما هي هاي الخطابات هي اللي راح تدعو المواطن الى انه تكون اكو تشنج بين المواطن اللي يتابع حسب التيار الصدري واللي يتابع للإطار التنسيق. يعني اكو فارق، التيار الصدري التيار مو حزب والجهات الاخرى حزب، بس شوف اكو مكون اجتماعي اكبر. مو حزب، البعض يقول أي. المكون الاجتماعي الاكبر هم الشيعه، انا اقول المكون الاجتماعي هم ال 80% اللي ما اشتركوا بالانتخابات، وبهم سنه ومسيح وكرد وتركمان، هذا المكون الحقيقي المعذب. واللي يقول لك بس الشيعه تعبانين كشعب، لا اقول لك السنه كذلك، والكرد يومين اسمع طائره سفينة يعني من قلبه بالبحر ورايح ضحيتها، ولماذا هربوا من كردستان؟ أكيد هناك ضيم ويعني وتعب وتعرض للمجاعة. إذا إحنا اليوم أمام مشكلة كبيرة، خلي نذهب باتجاه تشكيل حكومة حقيقية تنبني على المعارضة قوية وحكومة قوية أيا كان. أنا مرات يقال لماذا تدعم الأغلبية؟ لا أدعمها بعنوان التيار أبدا، أدعمها بعنوان عام أيا كان صاحبها ليشكلها التيار أو الإطار، لكن لا أريد التوافقية، لأن التوافقية الحقيقية هي توزيع للفشل، توزيع للمغانم، وبالأخير توزيع ما حد راح يتحمل مسؤولية لعذابات هذا الشعب العراقي. بالأخير ما حد يتحمل مسؤولية الفشل إذا كانت هناك حكومة توافقية. خليني أخذ اتصالات. اتصال من عباس من ذي قار، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك سيد وإلى ضيفيك الموجودين هناك حاليا ومستمعين ومشاهدين إذاعتكم قناتكم العفو. طبعا انا حبيت اتدخل وياكم يعني بالبرنامج واطرح يعني كمواطن وعادي اطرح رؤيتي وما اشاهده من خلال المشهد السياسي الحاضر. طبعا اليوم احنا كأنا كمواطن وانت كاعلاميه والاخوه كاليوم محللين وكل الموجودين سواء الموجود بالشارع او بالمجلس او بالبيت او اي مكان، اي مكان موجود ينظر للمشهد السياسي الحالي من 2003 لحد الان، هو يعني ما راضي على المشهد السياسي في كل اموره. يعني احنا ما ندخل ونناقش لان برنامج وقت له، فما نطيب الكلام عليكم. زين اليوم كل التركيبه الموجوده السياسيه هي تركيبه غلط، كل الموجود هو غلط، هو خرق الدستور، انظمتنا مو صحيحه، كل شيء مو صحيح. اليوم سماحه السيد مقتدى الصدر اجى قال لكم انا اريد حكومة أغلبية، الحكومة هاي شكلها أنا أو أنتم ما عنده مشكلة، هو رجل ما عنده مشكلة اليوم سواء شكلها الإطار ومن معاه أو التيار ومن معاه ما عنده مشكلة. وأكثر من مناسبة ذكر هذا الشيء وكل وضوح، وأنا متأكد اليوم راح يطرح هذا الشيء. زين طيب أنا اليوم الأخوة لا هم رايحين معارضة يرحون معارضة ويطعمون الحكومة ويطون السيد مقتدى هذه الفترة اللي هي 4 سنوات ونشوف عمله، ولا هم رايحين طيب. حكومه مطين السيد معارضه زين. عباس برايك شنو سبب التمسك؟ شنو رايك يعني شنو برايك السبب بتمسك مو رأي الطرف؟ اليوم راي كل مواطن عراقي كل مو راي انا كشخص، كل مواطن عراقي اليوم يريد حكومه اغلبيه ويريد الفائز حصرا، الفائز يريده هو يشكل الحكومه. زين من طلعنا صوتنا؟ من انتخب لك الشعب احنا اليوم؟ طيب انا جدا اشكر اتصالك عباس من ذي قار لاجل الوقت. اخذ جعفر من ذي قار، اهلا وسهلا جعفر، قطع الاتصال. طيب ارجع لك دكتور حيدر واسالك، السيد الصدر خلص قال كلمته، كلا والف كلا، انتم وقاحه، تعطيل قوانين وما الى ذلك، بالتالي الاطار التنسيقي رد عليه خطابات مضلله وفشل. يعني بعد هاي الخطابات ما نتوقع اكو توافق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، اذا
خلص خلينا نشوف من راح يشكل الحكومة، ليش مصرين أنتم على التوافق مع التيار الصدري؟ أولاً أكو تعقيب بسيط، البلد هو بلد مكونات، مو أنا اللي صنعته، هذه إرادة إلهية، وعندما يحتفظ ويحترم مكونات بعضنا البعض يعني الآخر فهذا أكيد هو درجة عالية من الوعي. لكن عندما ينتج لي رئيسا للبرلمان سنيا، فأنا أسأل هنا، هل كسر السيد الصدر المعادلة السياسية حتى يأتي ويكسر المعادلة السياسية الشيعية فقط؟ لماذا لم يكسر المعادلة الكردية ويجعل رئيس الجمهورية مثلا عربي ورئيس البرلمان يجعله من المكون المسيحي؟ هي هنا المشكلة. أنت بدأت التوافق، رئيس الوزراء راح يبقى شيعي عزيزتي، بس شيعي من التيار الصدري في النظم السياسية. إحنا اليوم ممترضين وممتعضين من هذا النظام بطريقة التحاصص وبطريقة توزيع المناصب بهذه الطريقة، صح؟ زين. هذا الاعتراض موجود؟ أي. والاعتراض من قبل السيد صحيح، أنا متفق معك ومع سماحة السيد، جيد. لكن هل كسرتم المعادلة في رئيس البرلمان؟ ما جاوبتني على سؤالي. لا، ما هذا استفسارات، أتحدى أحد أن يستطيع أن يجيب عنه. ما جاوبتني. أنت رحت في البداية سويت توافقية بعد هذه الخطابات المتشنجة من الطرفين. ممكن ما راح نشوف أكو أولاً توافق. أكو فد نقطة كلش مهمة. زين. أود أن أقولها. أوكي. نحن لسنا أعداء للتيار عدو الإطار. لعد أنتم مخلين المواطن عدو التيار. هذه قضية سياسية. المشكلة الأكبر هناك من يتربص ويحاول أن يجعل هذا الصراع. منو اللي يتربص؟ أنا أقول لك منو يتربص. يوم أمس أحد المدونين وهو معروف كتب وخلى إشارة بهذه الطريقة أنه انتظرونه، وهو معروف بتوجهه ومعروف بطريقته، عامر الكبيسي وغيره وأمثاله، حاولوا أن يؤججون الوضع، حاولوا أن يستغلون هذه القضية، وهو نفس الشخص هذا كان يروج لساحات الذل والمهانة. بالنتيجة أنا ليش أنطي فرصة لهؤلاء المتصيدين بالماء العكر؟ هو وغيره ما ممكن أن نقبل بهكذا الخطاب، ولن نسمح ما دام لدينا مرجعية السيد السيستاني، لن يكون هناك ما دام لدينا عقلاء. بالتالي يا سيدتي يا أختي الكريمة، أنا أقول أنه الذي يبحث عن الخلاف والتقاتل هو الولايات المتحدة الأمريكية وأعداء العراق، مو أنا اللي قلتها. احنا اليوم اكو اطراف في الثلاثي نوابهم هم قالوا اخذنا اوامر من الامارات، وبعضهم قالوا اخذنا اوامر من تركيا. انت تجي اليوم تتهمني بالتبعيه؟ اوامر هي علاقات دبلوماسيه بين التيار الصدري والدول جدا الاخرى. مهمة. انا اليوم كعراق لو كنت مستقلا استقلالا تاما وسياسيا ما عندي مشكله، انا انفتح مع الامارات ومع السعوديه ومع كل دوله تحترم سيادتي. اليوم ذكر دكتور غالب الجمهورية الإسلامية سفيرها كان جالس معه، وهذا طبيعي. ليش؟ لأنه إيران لها سيادة ولها قيادة ولديها ريادة. مو أكو معاول بعضنا يكسر بعضا وبعضنا يتهم الآخر وبعضنا يقول للآخر أنت تبعي، هاي خطيرة. زين. هاي تأسس إلى خطورة مجتمعية مستقبلية. هاي المخاوف يعني. طيب. بعد ما أجت وعجت المواقع التواصل الاجتماعي اليوم شاهدنا بعض الأخوة المدونين محسوبين على التيار الصدري يقول ما ممكن أن يكون هناك اقتتال، في حين يوم أمس هو كان يأجج. هذا التناقض. طيب. الرهيب العجيب، أقول أنه الذي يدفع الثمن هو المواطن البسيط. إحنا طيب أمام فكتور. تحديات. خليني أخذ اتصالات وأرجع لك. خليني فضل. أخذ علي من بغداد. أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. طبعا تعقيبا على كلام السيد غالب، أي بخصوص ان كنت الصدري يقول هي منفذ، فهي حزب سياسي. صوتك كلش يقطع علي. اي، فهي حزب سياسي بالذات. اي، فنحن ابناء مدينه الصدر. احنا ابناء مدينه الصدر. وان جاك يعني من انصار التيار، ايش قدم من التيار؟ نعم. يعني ايش قدم؟ لا خدمات، لا تعيين، يعني يدخل المدينه. اوقف، انت دقيقه انقضت نفسك، انت من اتباع السيد الصدر وترجع تقول ايش قدم لنا العدل؟ لا، من مدينه الصدر. اي، من مدينه الصدر. يعني من مناصر التيار الصدر. في واقع يتم ترداد، يعني الان من اتباع. وبالتالي احنا قاده الاطار التنسيقي هم ما قدموا لنا شيء، يعني احنا ما استفدنا. سواسية بدون استثناء، بس كنت احط نفسي. الصوت للاسف كلش يقطع علي. شكرا جزيلا لاتصالك، الاتصال غير واضح. الف تحيه لك ولاهالي مدينه الصدر. شكرا لك. يوسف من صلاح الدين. الو،
السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. السلام عليكم سيد، تحية لك وللضيوف ولكل المشاهدين. اهلا وسهلا، تفضل. انا حاب اوضح انه مشكله العراق اليوم كله قام واعي، صراعات سياسيه جاي تقوى جاي تكبر، تصير عمليات سياسيه فاشله. وفشلت العمليه السياسيه في العراق في هذه السنه، والدليل القليل من الذين اللي انتخبوا بالانتخابات. انا اريد اوضح فت مساله. الاطار التنسيقي هسه السيد نعطاهم مهله، ما جاي يرضون بحكومه اغلبيه، يريدون الا توافقيه. المستقلين همين نعطاهم وحكوا وياهم ونعطاهم مهله 14 يوم، وهمين لحد الان ماكو. هسه هم لا يخلون السيد يتحمل مسؤولية العراق لمدة 4 سنوات بفشل الحكومة وبأعمار العراق وبأعمار البلد. أم فشل أم المستقلين أو الأخوة في الأطار التنسيقي أو أي جهة تجي تأخذ العراق. العراق اليوم يريد أما فشل أما أعمار. إحنا نريد نعرف منو اللي خرب البلد، منو اللي عمر البلد. شكرا جزيلا لاتصالك يوسف من صلاح الدين، أشكرك. طيب أرجع لك دكتور غالب وأسألك. السيد الصدر بخطابه كان ناقم على المستقلين، بينما الإطار التنسيقي رحب بهذه المبادرة، مبادرة المستقلين. فبالأخير منو راح يشكل الحكومة؟ نعم العفو، منو راح يشكل الحكومة؟ ما تشكل الحكومة بسهولة أبدا، ليس سهلا. يعني شوفوا خلي نكون واضحين، يعني مرات واحد يجانب الحقيقة. الدعوة السابقة للسيد مقتدى الصدر حينما دعا المستقلين وأعطاهم مهلة 15 يوم، هذا دليل واضح على أن التيار الصدر وشركاء لم يستطيعوا من تشكيل الحكومة، هذا واضح. والآن حينما أعطى بعد مدة أخرى فهذا يدلل واضح، وهو اعترف أيضا بتغريدته الأولى بخطابه يوم أمس أنهم غير قادرون لأنهم لا يمتلكون الأغلبية. فيما يخص المستقلون إذا صح التعبير، هم غير في الغالب غير مستقلون. أنا اسمحي لي أقسمهم، أبعد الجيل وامتداد، هؤلاء لهم أجندة وحزب وتيار ثبتية ما تبقى منهم. هم نعرفهم شخصيا، أنا أعرف الكثير منهم أصلا، هم كانوا بعضهم ينتمون للتيار وبعضهم للإطار وبعضهم للعصايب إذا فصلنا وبعضهم للفتح، وقليل جدا منهم يتحينون الفرص. يعني مثلا السيد النائب حسين عرب هو يمكن طرح نفسه رئيس وزراء، وغالبيتهم طبعا اينما يجدوا هاي المجموعه 22 نائبا هم الان اللي اجتمعوا تقريبا، اينما يجدوا تحقيق مصالحهم سيذهبون، وهم بطروحاتهم الاغلب ينتمون للاطار التنسيقي واقعا، يعني في ثابت، ويتناغمون كثيرا معه. لكن اللي اريد انتقدهم شويه اذا تسمحي لي، يعني هم عددهم هذا البسيط ويحاولون ان يقفزوا على استحقاقاتهم وياخذوا رئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء والوزراء والهيئات المستقله ونيابه البرلمان واللجان. طيب اذا كنتم 100 ماذا 100 نائب ماذا ستفعلوا؟ يعني اليوم المستقلون بعددهم البسيط يمثلون بيضه القضبان، لا يمثلون بيضه القضبان وسيخسروا. تذكري سيتقاتلون عليهم الاطار التنسيقي والتيار الصدري، سيتفق القوم ويذهبوا ضحيه الاتفاق هذا. هو للامانه الحقيقه نقول لو اتفق التيار والاطار قبل شهر لم يحصل كلا ولا والف كلا. نعم كلا والف كلا كما يقول. انا قلت لو اتفق، والطرح المحال ليس بمحال. وطبعا اتفق كثيرا مع ما طرح السيد، وهي انا البارحه ذكرتها، قلت انه هذا الحكم اكتسب الدرجه القطعيه هكذا يوم امس تغريدته وخطابه، بمعناه الاتفاق مع الاطار اكتسب الدرجه القطعيه لا اتفاق. هذا اللي انا وصلت لهذه الصوره كامله. واذا وافق السيد الصدر وتراجع عن قراره يوم امس اعتقد سيتعرض الى احراج كبير. لذلك هو لليوم قبل 10/10 يعني قبل الانتخابات وبعد اعلان النتائج ولهذه الساعه خطابه واحد، لا غربيه لا شرقيه، حكومه اغلبيه وطنيه. لكن هل سيشكلها؟ هل هناك مفاجات اخرى؟ الشيء المهم عند التيار الصدري واضحه جدا، انه قال اما نذهب بالمعارضه، يعني هو طرحها، او بالحكومه. فبالتالي لو ذهب للمعارضه فهو لم يخسر، باعتبار هو يطرح هذه الفكره. لكن هل شركاء التيار الصدري السنه السياده والكرد سيذهبوا باتجاه الاطار هاي الايام المقبله؟
ستكشفها، ولكن أنا لا أعتقد أنهم سيذهبون مع الإطار، وبالتالي يبقى الانسداد. يعني وصلنا إلى حد من الانسداد أصبح حقيقة انسدادا قويا جدا ومانعا للاتفاق ومانعا لخدمة الناس، ويبقى المتغير الآخر أما الله، الأمور تذهب إلى الله أو إلى الجمهور، وتكون لربما أو إلى سرايا السلام جاهزون يعني فانتظرونا. لا لا ما أعتقد، أذهب باتجاه الجمهور. يعني مسألة السلاح إن شاء الله نتجاوزها بحكمة القصد من العقلاء من سرايا السلام لا أعتقد بعيد هذا الأمر، إن شاء الله يكون بعيد. طيب دكتور حيدر، أنا أعتقد أنه بدأ الحل منذ خطاب يوم أمس. أتفق يا أستاذ حيدر. أنا أقول الأخوة المستقلون 43 نائب، وهم أكثر من النصف عدد مجلس، يعني عدد مقاعد النواب للتيار الصدري، هذا عدد لا يستهان به، ولديهم أطروحة ولديهم فكر، ويجب أن يحترم ويجب أن يقدر ويأخذ على محمل الجد. هم طرحوا يعني مجموعة معايير لانتخاب رئيس الوزراء، وهذا أمر طبيعي جدا، وهي مبادرة محترمة وممكن أن يتم التوافق معها. هسه خيار السيد الصدري يروح للمعارضة هذا شأن خاص بي، لكن ماكو معارضة الآن، هذه سالبة بانتفاء الموضوع، خد تشكل حكومة بعد ذلك يتم إعلان معارضة. يعني ثلاث مهل وثلاث بحسب رأيهم ثلاث مهل لم تنتج شيء، بالنتيجة إلى أين نريد أن نصل؟ وأنا أعتقد قبل خو كان موجود سابقا السيد قال لن أدخل انتخابات البتة وأكثر من مرة، لكن مصلحة السياسية، أنا ما أقول هذا تناقض، أقول مصلحة السياسية مصلحة البلد تتطلب، لا يوجد خطاب سياسي ومواقف سياسية ثابتة إلى ما لا نهاية، هذه مو عهود. يا بحج يعني أبو مصطفى الحميداوي مسؤول العام لسرايا السلام يقول كلمتين، جاهزون فانتظرونا، شنو المقصود؟ أنا أقول قضية الـ 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 هذا التحدي إذا أرد نفسره جاهزون أنه هو في خدمة السيد وهذا أمر خاص به وهو يتحمل مسؤوليته، وبالنتيجة اليوم شفتي الآن قبل قليل أنت حضرتك طلعت التصريح أنه لا اقتتال شيعيا شيعيا، لا الأخ المتحدث يستطيع أن تناط به هذه المهمة، مع جل احترامنا وتقديرنا لتضحيات إخواننا في سرايا السلام، هم مجاهدون ولديهم واجبات وضمن الحشد الشعبي، هذه يعني هذا التحريض إذا بوبناه من باب التحريض فهو غير مقبول وغير مسؤول وعليه محاسبة قانونية. إذا قلنا بمعنى أنه يقول أني في خدمة السيد متى ما أراد متى ما أشاء، أما في قضية الاقتتال الشيعي الشيعي فهذا غير ممكن. طيب دكتور غالب، شلون شفت هذه الكلمتين اللي طلعوا بها القائد العام لسرايا السلام؟ يعني إذا صح ما قيل وما سمعته الآن أول مرة طلع عليه، فربما أذهب أتفق مع تفسير أستاذ حيدر بأنه نحن جاهزون لأمر السيد مقتدى الصدر، وهذا الأمر طبعا وصفه أو حدد السيد صفاء قد يكون مقرب كثيرا بأنه لا قتال شيعيا، بمعنى نذهب باتجاه الاستجابة لما يريد السيد الصدر وليس بمعنى الذهاب للدماء. يعني قابل حيأثرون على السياسيين إذا بالإطار أو بالتيار؟ نعم العفو، يعني هو سرايا السلام شنو لهم علاقة بتشكيل الحكومة؟ يعني هل قصدك أنه راح يضغطون على الإطار مثلا لقبول تشكيل الحكومة؟ يعني أو يعني أذهب للجمهور، أذهب للجمهور. شوفوا بمناسبة أنا مطلع كثيرا على ما ينشر بشبكات التواصل، حقيقة أشوف الأطراف كلها وبعضها أطراف مجهولة، وهذا اللي يخشاه طبعا أكثر ما يخشاه هو الأطراف المجهولة أو الذين يقفون على التل ويعني ينثرون كلماتهم المسمومة إذا خلق هاي الفوضى. يعني أقول أنه المسألة لا تذهب بهذا الاتجاه، هناك جمهور، المراهنة على الجمهور وليس على السلاح. يعني هذا اللي أنا أتفق معه. وأما قضية الأمر أنه نحن جاهزون بمعنى استخدام السلاح، لمن السلاح؟ هل طيب هو تستخدم ضد أخيك؟ يعني لا أعتقد. والشيء المهم أقوله أنه الجمهور العراقي بدأ يرفض العملية السياسية طبعا، وغير مقتنع بأدائها، وهو سائم كثيرا، ولو أن الجمهور خرج بالكامل كان النتائج غير هذه النتائج وليس صحيحا. وشوية تعليق على ما ذكر أستاذ حيدر، اللي حضروا الاجتماع لم تحضر امتداد ولم تحضر لم يحضر الجيل الجديد، هو استثنى أصلا امتداد. نعم. والجيل الجديد الدكتور غالب الدعمي باحث وأكاديمي ويمكن أقدر أقول شوية المقرب للتيار الصدري. شكرا جزيلا لك دكتور.
الدكتور حيدر البرزنتشي رئيس منظمة ألوان للحوار، معروف توجهه. هاي الوصف الأخير بالنسبة لي مو صحيح. الإطار التنسيقي واضح يعني دكتور حيدر. لا الوصف الثاني الأخير مو يمي هذا. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا لضيوفي، ألتقيكم غدا إن شاء الله.